باكر شارك ولك يلا لشو هاي زبل العجي تباكر شارك يلا لشو فلتو هبكن ولك والفراس بدها خيال والأصيلة ما جاوزيت خالد الرورو ابو حسن احمد رورو وحسين الرورو ومحمد رورو كل بيت رورو على راسي وحسن رورو ابو خالد احلى بن زنوم احلى علي زنوم ابو هيثم ومحمد زنوم ابو احمد الغالي احمد زنوم ابو محمد ومحمد زنوم وجميع الحضور احلى نور زنوب على راسي اشرع عيون الاول يا هيا يا
الحجر. وانت يا اغلى الغوا هلايا وارفع قلبي بشبره هيا. ولدونك يا صالح دونك ولسحرني اهلون عيونك. تحيه بخمسين الف محروه من جهاد عواد الى شمس عواد والغالي غازي عواد. والحجي لؤي عواد على راسي. نحن بدنا مشاركة لأنه في اليوم أمور خطيرة بتعني كل سوري وكل من داخل سوريا وخارج سوريا. أمور راح نطرحها عدة مواضيع. شارك ولك، شارك يا سوري يا حر. يلا نشوف، يلا عملي مشاركة. شو هاد؟ نحن عم نحكي الوجع وصرخة ألم وعم نحكي نحنا من شان الجميع. يلا لشوف، اعمل لي مشاركة دقيقتين وبدي المشاركة على منك. شارك يلا. يحيى ابو صالح العواج، كل بيت العواج والعريس الغالي صالح، احلى غالي ابو احمد هرموش والصهر والملك ايمن حمال وكل الموجودين على راسي. يقول زبلعجي: كيف أحبك يا بشار ودمرت وطني. يقول زبلعجي: كيف أحبك يا أبا حافظ ودمرت وطني. يقول زبلعجي: لعق البوط وندم على لعق البوط وقال: كيف أحبك يا رئيسي وجعلت من سوريا مرتعا للإرهاب وللقتل والتدمير. يقول: كيف أنتخبك يا بشار وقتلت أهلي وفي الذات كبدي. كيف أقول إنك رئيسي وعملت على تجويعي وتشريدي.
يقول: كيف أسلم بالمسلمات وأقول أنت رئيسي وأفتخر بك وأنت عملت على تمزيق النسيج، تعملت على تمزيق نسيج وطني؟ أقول: تربعت على جماجم أطفالنا، وتربعت على أشلاء أطفالنا، وتربعت على صدورنا، وقتلت كل حلم جميل وأمل مشرق، عملت على تدمير وطن مهد الحضارات والسماوات 7000 سنة. كيف؟ وهل أنت سوري يا بشار؟ هل أنت سوري؟ هل أنت من هذا التراب تضحي بالملايين من أجل تلك الكرسي التي هي أقذر شيء خلقت؟ كيف وكيف؟ وهناك أسئلة كثيرة يطرحها سائلا، ويطرحها هناك مؤيدا، ويطرحها الكثيرون. أقول: الشمس لا تغطى بغربال، والآن أصبح هناك كل شيء مكشوف، ومن يلعب على أوتار أوجاع أهلنا ويلعب على آلامهم أقول له: اذهب إلى مزبلة التاريخ، أصبح كل شيء مكشوف للقاصي والداني. نتكلم اليوم عن صرخة ألم وأنين مظلوم وأنين مجروح وأنين جائع وأنين خسر وطن وأنين من يبكي على تراث مهد الحضارات التي نعتز بها وهي الرائدة الأولى في العالم، ألا وهي سوريا. نقول من هنا، راح أتكلم بكل صراحة، وهذا الكلام خطير. أبدأ بالخلية أو الخلية الإرهابية الملثمة السوداء. هاي الخلية السوداء التي تعمل على الخطف، تخطف الأبرياء وتقتل الأبرياء وتقتل شبابنا في كافة المحافظات. هذه العصابة التي هي منتشرة في درعا وفي المحافظات وفي إدلب، الملثمون السود الذين يعملون على قتل أهلنا وشبابنا. أقول أوجه هذه الرسالة إلى كل سوري من هذا المنبر: شكلوا خلايا أمنية سرية، لا تناموا الليل ولا تعرف النوم، وراقبوا الطرقات وراقبوا الأشخاص، وكون الظل الخفي على أهلكم الأبرياء، وجندوا الشياطين الزرق حتى تلقوا القبض على هؤلاء وتعرفوا من خلفهم. أقول إلى هذا النظام، أنا لا حتى أكون منصف معك يا بشار، قد يكون هؤلاء أنت لا تعلم عنهم شيء، ولو أني أعلم بأنك أنت من تخطط إلى هذا الشيء، ومن استجلبت علينا من الإيران وغيرها تعمل هذا الفعل، ولكن حتى أنصف نفسك وأنصف نفسي وأنصف كل من يشاهدنا صاحب عقل، إن كنت لم تكن أنت صاحب هذا التدبير ومخابراتك، اعلم أنت من هنا غير جدير بأنك تكون رئيسا أو تقبع على تلك الكرسي، كونك أنت وضعت سوريا، جعلت سوريا بؤرة للإرهاب وممر للإرهاب وقاعدة للإرهاب، والآن تعمل على تدمير ما بقي من سوريا. هذا الكلام موجه لهذا النظام الذي يدعي بأنه هو رئيس سوريا. هذا الكلام موجه للنظام الذي يتبجح ويتشدق بأنه هو حاكم لسوريا،
أي حاكما هذا وجعل بلده مرتعا للإرهاب؟ أي حاكما هذا وجعل سوريا ممرا للإرهاب؟ أي حاكما هذا لا يستطيع أن يضبط سوريا ويقضي على الإرهاب؟ أي رئيس هذا ضعيف هزيل يستدعي علينا مرتزقة العالم وأرذال العالم من أجل أن يبقى على الكرسي ويجعلها مباحة إلى هؤلاء الإرهابيين الذين يغتصبوا الحرائر ويعملوا على الدعارة في دمشق في المزة وفي برزي وفي كافة المناطق في دمشق وينشر الرزيلي في كل المحافظات ويعمل على المخدرات ويعمل على التجاري بالبشر ويعتقل الشرفاء ويصفي الشرفاء تارة هنا وتارة هنا. أي رئيس هذا؟ أي احترام أنت تحمله في نظر شعبك إن كان لديك شعب؟ أي احترام أنت تلقاه من هذا الشعب الذي دمرته وتقتله وتعمل على خلقه وتعمل على تدمير البنية التحتية وتدمير كل شيء في هذه الدولة؟ أي احترام سوف تلقاه إن كان من علوي أو كان درزي أو كردي أو كان من أي مكون كان وأنت تعمل على خنقه وتعمل على تجويعه وتعمل على تدمير كل شيء في هذا الوطن؟ أقول إلى أهلنا في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب، لا تقول أننا سالمون وسالمون من هؤلاء. هؤلاء ينتشرون بسوريا ملثمون سود، يعملون على اختطاف الأطفال واختطاف الرجال والنساء ويعملون على ذبحهم. أقول لن يطول هذا الأمر، وقريبا بإذن الله تعالى لسوف يروا الرد المناسب ولسوف تزلزل الأرض تحت أقدامهم. هناك رجالنا الأشاوس سرايا قاسيون، وهناك جيش الفيلق الخامس، وهناك الأبطال الأحرار جيش الوطني بالشمال وسوار جبل الزاوية. وأقول من هنا ومن هذا المنبر أوجه الكلمة إلى أنصار من لحق في ركب أبو محمد الجولاني، أين أنتم من هؤلاء من ينشرون الإرهاب ويعملون على قتل الأطفال والرجال؟ من يومين قد ذبح هذا الشهيد خالد الدامور وولده الطفل، ذبح في منطقة كان صفراء وفي درعا، عملوا على تقتيل الشباب وخطفهم وعلى ذبحهم. أين أنتم يا من تدعون بأنكم حماة للشعب السوري؟ هذا النداء موجه إلى الأبطال الأشاوس، إلى كافة الثوار، وأقول لهم كل نقطة دم تذهب من بريء هذا ما سوف تسألون عنه أمام الله. أين أنتم أيها الأحرار من هؤلاء العصابة الملثمة التي تعمل على ذبح أطفالنا ورجالنا وتعمل على خطف نسائنا وهتك أعراضنا؟ أين أنتم؟ هل أتيتم إلى إدلب من أجل أن تعملوا على أتجار المال وتروجوا تجارة المال وأخذ الجبايات وأخذ الخوة من الناس وتعملون على التجارة بالعملة وفرق العملة؟ أين أنت يا نصر الحريري؟ أين أنت يا أنس العبدي؟ أين أنت يا منشار؟ وأين أنت يا معاذ الخطيب؟ يا من تتشدقون بأنكم معارصة؟ أين أنت يا جولاني؟ وأين أنتم يا جيش الوطني ويا أبا عمشة؟ أين أنت يا أبا عمشة؟ وأين 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 تعملون ولا ترون، قابعون وتغضون النظر؟ كيف يقتل وكيف يخطف وكيف تخطف؟ أين أنصاركم؟ إن تفوه شرتح في المخيم بكلمة تأتون كالذئاب وتلقون القبض عليه وتسوقونه إلى المحاكم الشرعية، ولكن عندما يخطف رجل وابنه الطفل ويذبح ويرمى في البراري، هذا شو منقول له؟ اللي بيحكي كلمة بالمخيمات بتجيبوه بتشحطوه بتنزلوه لسابع أرض، وزلمة هو وابنه بينخطفوا وبينذبحوا بينزتوا في أرض كان صفرة. وين صارت هاي؟ وين انت يا جولاني؟ وين انت يا أبو عمشة؟ وينك يا سليم دريس؟
كما نوجه إلى الفيلق الخامس في درعا. هناك من يعمل على تصفيه الشباب، هؤلاء الذين قاموا بالمصالحات والان يعملون على تصفياتهم. كيف؟ اين انت يا جيش يا فيلق الخامس؟ انتبهوا واعملوا على كشف هؤلاء ولا تقتلوهم حتى تعلموا من وراءهم ومن خلفهم. وهذه مسؤولية نلقيها على أعناقكم وبرقابكم، ولسوف تحاسبون بها أمام الله. أوجه التحية إلى العشائر وشيوخ العشائر، وأقول من هذا المنبر هنيئا لكم الاتفاق الذي حصل اليوم وإعادة الأمور إلى نصابها وإدخال المياه إلى الحسكة والكهرباء كذلك. نقول عليكم بالاتحاد يا أخوتي والمصالحات، وأن تعملوا بيد واحدة، ولسوف يكون هناك إن شاء الله سورية قادمة إلى الوحدة الوطنية بكافة مكوناتها. أقول إلى تجار الدم وتجار الأزمة اللي عم يعملوا على غلاء الدواء، غلاء الدواء وغلاء الأسعار، هذه فرصة لك. مصائب قوم عند قوم فوائد، مصائب قوم عند قوم فوائد. يلا ظرف متاح لازم أجرم أنا. علبة وجع الراس البنيدول بتكون حقها مثلا 10 ليرات، يلا ببيعها بألف. يا بالزبل لعجي ولك، والله شاربك لنتفلك يا والله. لا زمي ولا ناموس ولا ضمير بتعمل على غلاء الدواء ليش؟ وغلاء الأسعار ليش؟ والأسعار هاي المواد اللي انت عم بتبيعها هاي مسروقة من الإغاثات، هاي ما هاي ببلاش جاي للشعب، وراح باعك اياها ابن عمك والتاني والتالت، وبتجي بتبيعها عم ترفع من اسعارها ليش؟ امنا وصدقنا انه اخذت سرقة. ليش عم تغلي الاسعار وبتبيع صفة البيض اليوم 5000 و7000 و10000، وبتبيع هاي بكذا وهاي بكذا؟ لك العلم بركة على بنك ابو طيز، العلم بركة على بنك ابو طيز يا عرصة، يا لعنة ابو شرفك. لا يا زبل العجلة، والله شاربك لن تفلك يا ولك، لأنه العالم باركي بفلل وبقرى سياحية باركي بالشمال، ما هيك؟ وانتو اللي عم تبنوا شقق وبتبنوا فلل ولك زبل العجلة ولك. طالما معك مصاري كيف بتقبل على نفسك انت عم تبني بناي 3 طوابق 4 طوابق وحوالي البناي أكثر من 10 خيام، وعم تشوف العالم عم تموت قدام عينك، وراكب لي سيارة هامر وراكب لي سيارة خرى، والله لا لعنة أبو شرفك عرصة. لا يا زبل العجلة، منين جبت المصاري ولك؟ منين جبت المصاري لحتى عم تبني شقق وفلل بتأجرها ولك؟ فلتو لك، طلعنا باسم ثورة، بس هاي ثورة ايش؟ هاي ما هي ثورة، هاي ثورة اللصوص والحرامية وزبل العجي وتجار الدم. الشرفاء فيها ماتوا، اللي قتل قتل، واللي طفش طفش، واللي بالسجن بالسجن، واللي معتقل الجولاني، واللي معتقل بشار، واللي كل من عامل له مزرعة وعامل له كنتون زعيم عصابي، والله لا لعنة أبو شرفكن عرصات. الغانم بيذبح بالسوري والغانم بيتف بلحمه ولك، والله غير بريم خصي، برمان خصي مجهز لكم اياها، راح اجدلوا جدل وحطوا في المي ليشبع مي، لدق الزلمه على راسه ويسبح الله اسبوع ويستغفر الله سنين.
الشوارف لا انتبهوا ولك عم بتساعدوا بشار على نشر الرذيل ونشر كل شيء. الغانم بدي يذبح بسوريا ويذبح بالشعب السوري الفقير المستضعف والبريء. لا خوف من الله ولا حياة ولا ناموس ولا وجدان. أهل السويدة رجال البلعوس وينها؟ روح لخ شواربك ولك ابن السويدة ولك روح لخ شواربك ولك. لا يا جبنة لا انتو عجبن خلق الله شفتوا لك على السويدة ولك الزلم تبعكم ماتت ولك ما بقي غير زبلة عجبك. لا يا خواني لا جبنة انتو لك شخفت معتوه بارك على الكرسي ركع شواربكم يا اهل السويدة. انتو لا شرف ولا نخو ولا ناموس ولك. الكل الزلم ينتقم للبلعوس وانتخب لسلطان باشا الأطرش ولشرفك وعرضك جاب لك الدواعش ودبح كونه لك خي 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 ولا بقاش ما بقدرش يا خي يا عمي ما بقدرش يا خي ما فيش اجبوا فياض قام اجبوا لفضني من ورا يا خي ولا بقاش يا خي بقاش روح ليش عرضك ولك هاي الشوارب بدها حالها بتكون خدها ولك. جايك النمر بريم خاصي دق على راسك تسبح الله اسبوع وتستغفر الله سني مبلول طيني قطر راسك تعه 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 طيني قطر في راسك ولك طيني قطر في راسك وقرص راسك والله لله انا ابو اللي نفضك عرس والله 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 لا فرجي والله لا جعلكم عبر لمن اعتبر. شاطرين بس علي بالمسبات شاطرين بس هذا الزلم انتو فيها انتو قوتكم بحناككم مثل بعض الاعلاميين اول موسى العمر قوتوا بحناكو وفيصل القاسم بس انتو بالارض بعرفكم شو انتو اوادم اوادم. وانت ولاك اللي قاعد بالساحل ولاك وانت ولاك اللي شدد حالك انت في الميليشيات وفي الشبيحة ولاك محرص ولاك مت الجردون حابس حالك بالساحل ولاك جاي انت في شواربك عم تستقوى على اهل الساحل واهل القرى الساحل ولاك افيني شو فلت ولا خليك محتمي منها خليك محتمي جايك تاكل بريم خاصي على راسك. شفت البريم الخاصي هذا ماله طوحته لا جايك تدقق فيه والله تدقق قتلي تشوف قيمتك فيها. شو يا ابن دليل حبيبي اشو يا خاي اشو يا حبيبي اشو اللي علي الطلاق يا خي علي الطلاق اشو عم تعلم بالطلاق ولك زبلعجي ولك ولك جايكم النمر كمان اهل ادلب زبلعجي ولك العب يتاجر في دم الناس ولك هخليك تحط طيزك بالحيط جايك وانا اللي بدي طعمي الشعبيات انا ولك ابن جبل الزاوية انا ولك معقل خاص الزلم انا ولك عندي معقل خاص الزلم وانت ابن الدير شكون خاب تقلي يا الله شكون خاب تقلي انت شكون اصحاب لك انت عشاير انت ولك ابن الدير خليك زلمي ولك ارجع لقصك ولك وخليك حر شريف ولك تعمل لي بالمؤامرات وساعة مع هاد وساعة مع هاد وحر وفتن ولك اهل الدير اهل النخوي والبروي زلم جايك وحخلي ابن الدير يقتلك يا ابن الدير بالبريم الخصي
نطلب الفرج من الله ونحن بناكل في بعضنا. شو هاد؟ علبة دواء حقها 100 ليرة سوري بيكون باعها بألف. كيلو الفروج ب3000 مثلا او 4000 بيروح بيبيعه ب10. كيلو العالم ما بقت تحسن تشتري لا فروج ولا لحم، ولكن السكر ما قادرة تشتريه من الغلاء. الكان باللاتقية والكان بالسويدة والكان بدرعا والكان بدير الزور والكان بإدلب، وخطف وقتل، وعلى بعض بتموت من الجوع. ابن اللاتقية بيتمرجل على ابن اللاتقية، ابن القرداحة بيتمرجل على ابن القرداحة، ابن جبلي بيتمرجل على ابن جبلي، ابن صافيتا بيتمرجل على ابن صافيتا. ناس بتاكل في بعض، وابن الشام بياكل في ابن الشام، وابن الدير بياكل في ابن الدير، وابن ادلب بياكل في ابن ادلب، وابن الغوطة بياكل في ابن الغوطة، وابن حماه بياكل بابن حماه، وابن حمص بياكل بابن حمص، وابن درعا بياكل بابن درعا. شو هاد؟ ولكن انتو سوريين ولا انتو من اي الحظاير انتو؟ جايكم النمر، البرمان جاي معي، مصي على 6 طن، 6 طن برمان وستة طن قير. ردوا لك لا اخلاق لا ضمير لا ناموس لا وجدان. هذا سوري ولا منين جاي هاد؟ نحن لا 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 تفهم، نحن سوريين ولا جايين؟ نحن من عصور منقرضة، من اي مستنقع مليان طحالب وفيروسات مستعصية. انتو بدي افهم، قرن 21 نحن بعام 2020 يطلع من السوري هيك؟ نظام جديد، هاي كلها بي بدي امشي فيها، وحفيان ولك حفيان بدي امشي، والبريم الخاصي معي وزلم البرمان الخاصي معي. والله لخلي الكشكول، هذا الكشكول النايلو النايلو علق لك يا وحالقك بنص شنب ومشيك حفيان، نص شنب محلوق نص شنب حاجبك نصه محلوق، وش حيط والبرمان على راسك بنص الشوارع بسوريا. فقدة القيم وفقدة الأخلاق وفقد الكرامة والناموس. نحن ما لنا مجتمع سوري، هذا ما هو مجتمع سوري، هذا مجتمع زبلاجة، مجتمع زبلاجة. هاد أنا هيك عالم عم تتصرف، ما بيحصل لي شرف فيها. ارجع لسوريتك لأصالتك، السوري أبو النخوي وأبو الشهامي وأبو الكرامة وأبو الشرف والحنون. التاني آخر شيء بختم هذا البس، حبيبي على الخاص لا تحكيني، عمل لي مشاركة على العام على صفحتك، على صفحتك بتحبني عمل لي مشاركة على صفحتك. ما بتعمل مشاركة بتجي بتدخل علي بتطلب مني طلبات على الخاص. حبيبي أنا ما عندي بنك بطيز ولا أنا عندي، وينك أنا حبيبي؟ حبيبي أنا مواطن من الشعب، وهذا اللي بيتبرع لي مليون دولار، وهذا اللي عم يتبرع مليونين. لا تجيب لي مصاريك ولا تتبرع لي عمي، ليك المروح روح على المخيمات ليك. انت ليش بدك تعطيني المليون مليونين دولار؟ ليش ليش؟ شو مقابله؟ ولاك تبلعني ولاك روح ليك المخيمات وليك المنظمات، روح اعطيها لأهلنا هونيك، يلا أهلنا بالساحل ولا بالسويدة ولا بالشام ولا وين مكان. بتحب بشرتك بدك تعطيه مليونين؟ ليش؟ مالك نجس؟ حرم علي ولك، انا ماني بحاجه ولك. يلا ارجيل اعطيها لاهلنا. والله شو، والله انا مالي ثقه. لا حبيبي، في ناس اشرف من شواربي، في ناس سوريين اطهر واشرف من شواربي، اشرف من شواربي. روح لعند الموجودين، ابعت لاهلنا باللاتقية وكل قرى اللاتقية، وفي ادلب وكل قرى ادلب، وفي درعا وكل قرى درعا، وفي عندك دير الزور وعندك حمص وحماه.
بعثوا على العالم بشار ما بده يبعث، بس انت بعث له. لا تعطي له نمر ولا شرطة، ماني بحاجة انا. تحية للأحرار وللشرفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.